اجمل ما كاين في هذا العمل الخيري ديال مجموعه احباب الخير هو انهم بداوها بتوزيع المصاحف، وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى ان هذا العمل يجعله الله سبحانه وتعالى خالص لوجه الله. ومعنا هذا الوليد هذا اللي غادي يفتتح ان شاء الله هذا العمل الخيري قراءه القران. هاك ولدي توكل على الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. انا جاتنا برنامج شكرا دار معنا المجهود حفر لينا البير. كما كتشوفوا اخوتي الصور اللي كيحمي الوليدات ديال المدرسه هو هذا. المراحل الحمد لله حتى هي كاينه، والحاجه الوحيده اللي فرحت القلب ديالي هو ان البلاصه فين كانت كطيح القطره ديال الشتا ولا ديال الثلج على الوليدات ملي تيكونوا تيقراو حتى هي تصلحات. الناس اللي حفروا لنا هذا البير عطونا الماء والتضامن اللي جابوا هذ الناس مرحبا بهم الوالدين جزاهم الله خيرا. السلام عليكم، انا هو الرئيس ديال الجمعيه. كنشكر الناس اللي جاوا وحفروا لنا البير وجابوا لنا الحوايج الدراري، وكنشكرهم بزاف وكنسمحوا حتى نطلبوا منهم باش يسمحوا لنا راه دابا واحد المسافه ديال الطريق كيتعبوا مزيان، وكنشكرهم بزاف وكنشكر البرنامج ديال شكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم اخوتي حنا كنتواجدوا باقليم ازيلال ايت محمد دوار اغبار. الدوار اللي سبق لينا وجينا عندهم ودار واحد النداء على قبل الماء. الحمد لله المشكل ديال الماء ربي يستر فيه، والبير وصلنا فيه ل 120 متر وباذن الله غيتجهز في اقرب وقت ممكن. الوليدات ديال هاد الدوار جينا عندهم في الثلج والبرد، وكان عندهم واحد الطلب بسيط اللي هما الملابس والاغطيه. اليوم كتواجد معنا لالا فاطمه مجموعه احباب الخير اللي جات معنا باش تفرح هاد الوليدات اللي اليوم راهم كيتسناو الفرحه ديالهم ان شاء الله. حنا جينا بعد ما شفنا النداء ديال الاطفال في الفيديو ديالك ديال اللي كنتي هنا في الزياره ديالهم، بعد واحد الوليد اللي قال لك حنا بغينا لي بوط ياك والنداء ديالهم وصل ان شاء الله وجبنا داك الشيء اللي بغاو. الحمد لله ان شاء الله تعالى. نطلب الله سبحانه وتعالى الله يجعل هذا العمل خالص لوجه الله يوجه ويجعلنا مفاتيح للخير مغالقه للشر. وكيف ما كتشوفي اختي فاطمه احنا دابا راه واقفين يعني ما كاينش الثلج، لا ما كاينش الثلج ولا كاين البرد اللي كاين. احنا راه ما بقاش كنحسوا بالاطراف ديالنا. اختي
هذيك الجاكيطه لان حنا خاصها تلبس الجاكيطه ديالها علاش كنحسوا بالاطراف ديالنا يعني كاين واحد البرد كثير بزاف وهذا الشيء غير ما كاينش ملي كيكون ثلج هاد الناس لاله فاطمه هذاك الشيء اللي تانت الله يحسن عوانهم الانتباهيه اللي حتى من الرجل ديال الاطفال يعني ابسط الحوايج ما كاينش يعني كلشي صباط مقطع يديهم كلهم مشقين ولا اله الا الله لا اله الا الله بالرسول نمشيو نشوفوا دابا النشاط اللي دايرين هاد الوليدات نشوفوا السلام عليكم معكم عبد الرحيم عبد العالي مجموعة حباب الخير برئاسة الأستاذة كريمة فاطمة الخريم احنا اليوم في دوار أخبار جينا اليوم وتواصلنا مع الأخ ديالنا مشكرة تواصلنا معه وعطانا هذا الدوار هذا وتواصلنا مع الوليدات عطانا يعني تنسقنا مع الجمعية اللي كاينة هنا باش أننا نعرفوا العدد ديال الوليدات وناخذوا المقاسات ديال الرجلين ديالهم ونعرفوا شحال كيلبسوا وفينا مع الأستاذة يعني بقينا حتى كملنا العدد بالضبط اللي خاص الوليدات مجموعة حباب الخير ماشي بوحدها يعني مع محسنين ومعنا كيتعاونوها وكيعاونوها داخل أرض الوطن وخارج على الوطن تحيه لهم كاملين من هذا المنبر هذا وواحد الحاجه نقول لكم ان مجموعه شباب الخير هي مجموعه مستقله ومجموعه كتخدم في الخير والناس ديالها كاع اللي كيخدموا يعني كيخدموا في الخير وكيتعرفوا على الناس ديال الخير بحال الاخ ديالنا مشكره عبد السلام بوهوش كما كتشوفوا اخوتي العمليه ديال التوزيع ديال الملابس على الوليدات كتتم في واحد يعني في واحد الاجواء رائعه والجميل اخوتي ان كل صاك فيه الاسم ديال المستفيده ولا المستفيد من هاد الاطفال نجاكيطه وعندنا ليجات والحاضر عندنا طاقيه تقاشر وازلين ولي بوط والفاني دوري فانكولي الدراري وتريكو عطاو السلمة أخويا السلمة السلمة هي الأولى خلي بالك الصابر الصابر حليمة حليمة هاي هاي حليمة الصابر هيا كنشكروا البرنامج شكرا حفرنا لنا واحد البير الحمد لله لقنا فيه الماء الله زادهم بخير عاود ثاني جابوا لنا الملابس ديال التلاميذ والناس فرحانين بلا شو الدراري فرحانين بهذا الاسهام وان الله لا يضيع اجر المحسنين هذا الاستاذ الله سبحانه وتعالى جعله سبب في الفرحه ديال هاد الناس هادو كاملين لانه كان اول متصلين بيا وبالقناه ديالنا جمعيات اخبار للتنميه والمحافظه على البيئه تشكر برنامج شكرا على هذه المبادره الطيبه وعلى هذه الابتسامه للاطفال ديالنا واحد المساله اكبر اللي هو حفر بئر
الناس كيقولوا بان كاين الماء دابا ان شاء الله. سي محمد بن نيس كنشكره جزيل الشكر، حيت وعدنا ان شاء الله غادي يدير لنا النوبه ان شاء الله ويدير لنا الطاقه وغادي تعود المنطقه ان شاء الله. تاو رجال غادي يفوتوا ديك التمارين اللي كانوا فيها ودوك الاحزان والمعاناه ديال الثلج والمعاناه ديال علما البحث على الماء. شكرا والله يجازيك بخير السي محمد، وشكرا برنامج، شكرا، تحيه جمعويه، تحيه تضامنيه، تحيه انسانيه لمجموعة احباب الخير حتى هما. الوليد اللي شفناه في الثلج واللي قال بغينا الماء، بغينا الكبوط، بغينا الحوايج، بغينا الغطاء، شنو ممكن تقول لنا اليوم؟ السلام عليكم، يدوني الناس وما اختي دغيا الله يرحم والدينا. شكرا تراوني نعدي مع اختي دابني على ربي. كنشكركم حيت شفتوا الملابس اللي جبناكم، كنشكركم بزاف الله يعطيكم الصحه. هذا هو احسن احساس، اننا نجيو عند الوليدات ويطلبوا منا شي حاجه وربي يوفقنا باش شكرا وربي يوفقنا باش اننا نجيو عاوتاني، يعني عوض هذيك هذاك الالم ديالهم والحزن ديالهم والبرد اللي فيهم. اليوم الحمد لله اقل حاجه خفنا عليهم ولو غير بهذا المجيء ديالنا وبهذه الزياره وبهذا الماء اللي ربي يعني يسر فيه وبهذه الملابس وبهذه الكادوات. واش فرحانين؟ نعم. واش فرحانين؟ نعم. وسط هذه الاجواء المريحه الاطفال فرحانين، حنا فرحانين، احباب الخير فرحانين، الناس ديال الدوار كلشي فرحان. الان اقتربنا لنهايه هذا العمل الخيري اللي كنطلب الله سبحانه وتعالى يجعله خالص لوجه الله. دابا ان شاء الله عندنا واحد المغسل وعندنا واحد المواد الغذائيه غادي نمشيو نفرقوها على ما يقارب 20 دار. على الدكتور هذا يمكن غادي نشوفوا واحد الجامعه فوق قريبا هو حاجه يعني دابا الكفن جا ليكم هذا شنو الجامعه هذا راه هنايا دابا 50 متر يعني انت كتخلص شكون اللي كيخصك انت؟ لا ماشي دابا لا 50 متر هنايا 6 متر هنايا 5 الاكفان واحد صغير هنايا 50 متر وحيله ولا 60 حتى هي 60.